يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جوانا. وربما كلنا بيبقى عندنا قرار بيسموه كده إيه، القرار الصعب. كتير جدا البرامج المهتمة بالتغذية والبرامج، مش بتكلم على برامج التلفزيون، بتكلم على البرامج عموما المهتمة بالتغذية والبرامج المهتمة بالرياضة وخلافه. سؤال النهارده في حلقتنا، كم مرة حضرتك قررت تعمل رجيم وتراجعت؟ أكتر مرة خسيت فيها كم كيلو؟ أعتقد إن السؤال ده سؤال مهم جدا، هيبقى عليه تفاعل كبير جدا. صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع فيسبوك منتظر إجابات حضراتكم، هنتفاعل معها، هنضحك ونهزر ونتكلم ونحكي ذكرياتنا احنا كمان. هي بتبقى مش ذكريات، هي ذكريات وحاضر ومستقبل، هنفضل نقرر وهنفضل نتراجع. ومهنتنا دي يعني السؤال ده فيها طبعا، احنا طبعا بنروح ونيجي على الموضوع ده. اه طبعا ده يعني اكيد يعني. طب انت احكي لنا بقى قصتك. كتير كتير. انا اكتر مره خسيت فيها كان 15 كيلو، كان في 3 شهور. حلو، برافو. اه وده كان ريكورد بصراحه قسما بالله، بس انا كنت بموت حرفيا. كنت تعمل ايه بقى؟ كنت زي ما بيقولوا كده بنشف العضلات خالص، يعني ما فيش بقى خالص دهون ولا في مش عارف ايه، وبمشي ستارتنج من ساعه لساعتين ثلاثه في اليوم، ميه طبعا كتير جدا، بس كان عندي هدف. يعني كان عندي الأكل وزن. كنت بتعمل ايه في الاكل؟ الاكل ده كان مصيبه حضرتك. اه والله العظيم قسما بالله. لا كان عذاب بجد. جبن طبعا، تونه، بروتين بس، بتبعد عن اي نشويات، بتبعد عن اي بتاع. اخرك 7 بالليل، ميه كتير، املى بقى ايه سخن. يعني انا نزلت السوبر ماركت جبت بقى مليون حاجه، اللي هو شاي يعني الماتشا والبابونجو والمش عارف كل، واقعد املى طول الوقت. طبعا ده بيساعد على انك انت ايه، قصه الشبع دي فعلا بيبقى فيها مسكن. اه طبعا طبعا ده اكيد. بس يعني بس يعني هو بص، هو قرار وبعد كده بتبقى فعلا عاده، يعني بعد فتره الموضوع ما بيبقاش بالصعوبه. صحيح. اللي بتبقى في البدايه دي هي بس الطالعه الاولانيه هي اللي بتكون صعبه شويه. انا يمكن يعني الفترة اللي فاتت أنا خسيت مثلاً حوالي 10 كيلو أو 9 كيلو. فقد إيه؟ فلا يعني خسيت قوي مثلاً في 3 شهور بس. في الواقع بقى والمفاجأة يا مصطفى، أنا ما كنتش عاملة دايت. والله. يعني دي المرة الوحيدة اللي خسيت فيها الرقم ده. 10 كيلو من غير دايت. من غير دايت. بس هقول لك بقى، هقول لكم السر اللي حصل. اللي حصل أنا يعني لما باجي آكل بالليل قبل ما أنام، لما باجي أصحى تاني يوم بيبقى فيه وجع في بطني مش طبيعي. فجينا بقى في رمضان، ما هو احنا لازم هنتسحر. صحيح. هنعمل يعني لازم هنشوف حل في الموضوع ده. بس فجيت بقى في على الفطار، بتاع الفطار بعمل ايه، بفطر بالراحه وببتدي الاول بميه، بعد كده ممكن مثلا اخد تمره، بعد كده اقوم اصلي وارجع اكمل، ابتدي بسلطه، بعد كده مثلا شوربه، يعني بالراحه بقى. كل العادات اللي بتقوليها دي هايله. اه يعني بقى انا عايز اقول لك، لو انا يعني لو نلتزم بيها بالظبط. طبعا في الاول بتبقى صعبه، واكيد في مثلا اول اسبوع ده اكيد مش كل مره عملت كده، بس بحاول على قد ما اقدر دايما اعمل كده. صحيح. بعد كده باجي بالليل بقى فعلا كنت بجرب، لما كنت بتسحر قبل كده حاجات تقيله بقى وحاجات محمره ومش عارف ايه. ايه الكلام ده كله؟ لا كنت بجد بصحى فعلا تعبانه، يعني بصحى الصبح بطني وجعاني جدا. فللاسف كنت بقى قلت خلاص هضطر اكل زبادي بالليل عشان ما قداميش حل. كنت باكل مثلا زبادي عليه شوفان، عليه جرانولا او الـ زي الشوفان المجفف كده عليها، وعليها معلقه عسل، ممكن اكل واحده او اتنين وبس، ومعاهم ميه كتير زي ما قلت. املي بقى ميه وعصاير، ميه سخنه. على فكره الصينيين بيستخدموا تقنيه الميه السخنه دي بشكل كبير جدا. اه بالظبط. ممكن ميه دافيه كمان، الناس تقول لما تصحى الصبح ميه دافيه حيات. عليها ليمونه، لكن الدراسات برضو والاراء اختلفت حولها يعني. ولكن ده اللي كان بيحصل. فبعد مثلا على اخر رمضان بجد بطني قفلت، يعني بقى هو ده بقى النمط بتاع اكلي. في نصايح حلوه جدا، بالي يعني بيقول لك اشرب مغلي البقدونس على الريق، ده بيجيب نتيجه وعمل نتيجه مع ناس كتير. المفروض ده سمعت ان هو بينزل الميه اللي في الجسم، يعني البقدونس ده تحديدا هايل هايل. خل التفاح مهم جدا. اه بس خل التفاح ليه اضرار؟ بيقال ان هو يعني عشان القولون اكتر، مش عشان الخسفان او مش عشان انقاص الوزن. ده حقيقي. بس هو بعد فعلا زي ما قلت لك بعد 3 اسابيع كان خلاص ده نمط اكلي. وبطني قفلت جدا، فبقيتش باكل وما كنتش واخده بالي.
ففجأة بقيت بخس 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 وأنا برضو مش واخدة بالي. وبعدين قررت، أنا قلت بقى لازم إيه، خلاص نبتدي نروح الجيم ونعمل شوية رياضة عشان خلاص نشد الموضوع. ابتديت أطلع السلم منهج وحاجات كده، خطر ما يصحش والله، خطر. فابتديت أروح الجيم، فبرضو فرقت بشكل كبير جدا، مش بس بصراحة في إنقاص الوزن، لكن فرقت حتى في يعني عارف أنت في صحتك كده، في كل حاجة في حياتك عامة بتفرق فعلا. النفس أحسن، الحركة أسهل، بتفرق بشكل كبير. بس وخلاص وبقت ماشية كده. بس احنا بما إن احنا في الشتاء وأنا بحب الأكل جدا، الموضوع ده يعني مش عايز أقول لكم يا جماعة بيعمل فينا إيه. لا فسايبة لنفسي شهرين كده، شهرين يعني اللي خسيتهم 9 كيلو وأرجعهم 15 أو 20. يا رب الأستاذة دينا تبقاش تتفرج علينا. لا باكلهم بالليل يعني، وباكل بالليل مش باكل حتى طول اليوم، باكل بالليل. بصوا يا جماعه دي اعترافات ليليه صباحيه. فيعني ربنا يستر على الشهرين بتوع الشتاء دول تحديدا. بس عارف ساعات بحس بتأنيب ضمير واقول لا، فبطل. بس تأنيب الضمير ما بيستمرش اكتر من ساعتين. لا احنا ما عندناش ضمير في موضوع الاكل. متعه يا جماعه، متعه الحياه برضو الاكل ده يعني. موضوع برضو هي مهنتنا كمان مهنه صعبه جدا، انك تفضل طول الوقت محافظ على وزنك، واحنا دايما ابس اند داونز، بنطلع وننزل نطلع وننزل يعني. اوقات نشد جامد ولا انا عامل وما باكلش وما بعملش، وببقى فعلا جد جدا والناس تحترم جدا، مره واحده اقوم ايه اسيب، بعد كده تروح وتيجي تروح وتيجي. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا في المبنى ده من 2002، ما فيش حديث في غرف المذيعين كلها غير موضوع الدايت. طبعا عملت ايه، ما سويت ايه، فين منا بتتكلم على الكيتو دايما، منا منك تعمل دايت. كل الوقت طول الوقت بنتكلم على الدايت، هنعمل ايه، هناكل ازاي، هنشرب ايه. اول موضوع صعب جدا يا جماعه، بس بصراحه هو محتاج التزام ومحتاج انك قرار، محتاج بس في قرار. وبعدين موضوع الجيم ده احنا ياما دفعنا ما رحناش. انا اكتر واحد عملت كده، بنريح ضميرنا بان احنا بنروح نشتري. انا بدفع بس بس نروح ندفع وخلاص. بس على اي حال فعلا والله يعني فكره ان احنا حتى ننظم اكلنا مش لازم يكون يعني برنامج تخسيس قاسي جدا. لكن حتى زمان يعني ماما لما كانت تتكلم مثلا معايا زمان في ايام زمان لما كانت بتشوفني بعمل دايت بقى قاسي ومش عارف ايه وانواع مختلفه بقى، صيام متقطع ومش عارف ايه. الصيام المتقطع ده على فكره افكتيف جدا. حلو جدا. انا بالنسبه لي من اكتر الانظمه اللي بحبها بصراحه. زي كانت بتقول لي يعني احنا زمان ما كانش فيه كل الكلام ده، احنا كل اللي بنعمله كنا بناكل كل حاجه، بس ناكل كميات قليله قوي، وبنيجي على الساعة 7 بالليل 8 بالليل خلاص ما بناكلش حاجة. هو ده السر. بس ومكملين بقى كده. هو ده السر. فأعتقد برضو النظام البسيط ده هو يعني أعتقد ده أحسنهم على فكرة. هو ربنا فطرنا على كده. على فكرة يا جماعة بالمناسبة، أنت لو قمت الصبح بدري فطرت كويس قوي الصبح، كويس كويس يعني، دلوقتي مفيش مشكلة إنك تاكل خالص، لأن المعدة هتهضم وحركتك هتهضم وشغلك وخلافه. وتتغدى على الساعه 2 3 واخرك تتعشى على 6 7. لو عملت كده وتنام على 9 10 طبعا، يعني الكلام ده انا عارف ان هو صعب جدا ومش اي حد بيعمله، لكن ده نظامنا يعني، هو ربنا خلقنا بالشكل ده، الديفولت بتاع البني ادم معمول بهذه الطريقه. لو عملنا ده اعتقد ده هيفرق معانا جدا. بيقول لك افطر كالايه، كالملوك، كالملوك، وتغدى كالامراء، وتعشى كالفقراء. هي المشكله في العشاء، كلنا طبعا فيلم السهره. هي مشكلة في فيلم السهرة. بس برضو نقطة مهمة جدا قبل ما يعني ما نخلص كلامنا في الموضوع ده تحديدا، في ناس فعلا بتجرب كل حاجة وما بتخسش أو بتخس ببطء جدا. فلو حد بيواجه الموضوع ده مهم جدا إنه يروح يعمل تحاليل، يروح لدكتور مختص ويعمل تحاليل، عشان ممكن يكون في مشكلة صحية موجودة يعني هي اللي بتؤدي ان احنا ما بنخسش بسرعه او ما بنخسش اصلا، او في مشكله في الحرق او. فخلينا ناخد بالنا من الموضوع ده. ومش دايما بتبقى المشكله في ان احنا بناكل كتير او ان احنا نمط الاكل، ساعات بتكون فعلا في مشكله صحيه يكون بتؤدي ان احنا ما بنخسش. على اي حال ده سؤال حلقتنا اللي موجود على فيسبوك، على صفحه البرنامج على فيسبوك. كم مره قررتوا تعملوا دايت او روتين ورجعتوا كم مره، واكتر مره خسيتوا كام كيلو؟ سؤال موجود زي ما قلت لحضراتكم على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.